السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج S3 City Engine من البرامج القوية جدا في شغل المدن. احنا مش بنتكلم احنا بنعمل عمارة، لا ده احنا بنعمل مدينة كاملة. فأول حاجة بنعملها بنعمل ال configuration بتاعتها، الأبديت بتاعتها، تبدأ تختار أنهي بيئة تبدأ تشتغل عليها. هقول له مثلا عايز الديفولت هنا، تمام، وهنا بيديك المعلومات ايه الزراير اللي انت ممكن تستخدمها، وبعد كده الريسورس الحاجات التعليمية، بعد كده اكزامبل ممكن تعمل داونلود لبعض المشاريع. هنا السيتي ويزارد تبدأ تدي اسم اللي انت عايزه والميزات بتاعتها، هنا اللي هي الارتفاعات اللي هتبقى موجودة، الشكل بقى اللي انت عايزه، انا الشكل اللي انت عايزه، الرولز هل هي مدينة انترناشونال ولا سكيماتيك ولا ساينس، وبعد كده بقول له فينيش فبيبدأ يعمل كرييت للمدينة بتاعتك. فتبدأ تظهر معانا دلوقتي. فتقدر تعمل زوم عليها وتبدأ تشوف المدينة عاملة ازاي. وهنا هتلاقي الجزء بتاع النافيجيتور، تبدأ تصفح المدينة بتاعتك، اللقطات، السيناريو، الرولز، المابس، الصور، كل حاجة تقدر تعمل زوم بالشكل دوت. تقدر تقول له هنا أنا عايز أعمل جنريت بشكل معين، تقدر تقول له أنا عايز أخلي الارتفاعات بتاعت التضاريس دي على شكل أنت معين عايزه. ممكن تقول انا عايز ارسم مثلا ريكتانجل بالشكل دوت، تمام، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل جنريت، اختار الشكل اللي انت عايزه وتبدأ تعمل الارتفاع بتاعه بالشكل دوت. تقدر هنا تعمل ابديت للجنريك موديل، تقدر تقول له انا عايز ارسم طريق واختار كده وتبدأ ترسم الطريق اللي انت عايزه، مثلا من هنا لهنا كده، هو يبدأ يحول لك اللي انت بترسمه ده لطريق بكل التفاصيل بتاعة الطريق، وتلاقي هنا الويتس بتاعه والأس بتاعه والبوزيشن بتاعه وكل المعلومات، الخصائص بتاعة الطريق هتلاقيها، تقدر تتحكم فيها وتغير فيها زي ما انت عايز، وتقدر تعدل في الطريق زي ما انت عايز. تقول له انا عايز اديت لي الشارع وتختار الشارع اللي انت عايزه وتعدل فيه بكل بساطة زي ما انت شايف. طبعا هو هيظبط لك بقى المباني اللي حوالين الطريق دوت، لو في اي مشاكل هيبدأ يعدلها. طيب لو انت حاسس ان الزراير مش هي اللي انت متعود عليها، فممكن تيجي هنا من فايل تقول له انا عايز اعدل التعديلات، edit preference، وهتقول له انا عايز من الجنرال انا عايز النافيجيشن ديفايس، عندي 3 دي ماوس، ده لو الماوس بتاعك 3 دي تقدر تعدل الاعداد بتاعته. الماوس ده اللي احنا عايزينها، ده هو سايت انجن تلاقي السيلكت مثلا بالزرار دوت، السكرول بالزرار دوت، الزوم لازم تدوس الت مع الزر الايمن. فتيجي هنا تقول له لا انا متعود مثلا على المايا 3 دي ماكس، متعود على الاختراب بتاعت السكتش اب الريفت مثلا، فيقول لك اه الزوم بعد كده هيبقى هو الزرار اللي في النص، تمام، فتلاقي الزوم متحسن احسن من الاول وبقى زي ما انت متعود.